ومعانا كمان باشمهندس محمد يحيى، هو الرجل المسؤول عن تشغيل هذه الماكينه الضخمه، ويعني بيلعب دور محوري في التوفيق بين البشر الكتير حضراتكم شفتوهم دول والماكينه المهوله اللي بتحفر وبتشطب وبتحذف بره نتيجه. انبسطت انت من القصه؟ انا عجبني الموضوع ده. وحط بقى مكانها حد يعني قصص كده، فانا عايز اسمع منه. باشمهندس ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ انا مبسوط قوي من اللي انا شفته ده. واحنا حضرتك شرفنا بوجود حضرتك معانا، وفرصه كويسه ان احنا نوري الناس الشغل هنا بيتم ازاي. طيب انا بفرض انه انا ما اعرفش اي حاجه وهشوف الحاجات اللي حصلت قدامي دي كده، فحضرتك تشرح لي هي ايه نظريه عمل الماكينه المهوله دي؟ نظريه عمل الماكينه دي هي بالنسبه لنا بتوصل اجسام صغيره جدا، احنا اللي بنجمعها نخليها في الشكل المهول بتاعها، بتوصل ل 100 متر طول و11 متر ارتفاع. مده تركيب الماكينه دي بتاخد تقريبا من شهرين لثلاثه بعد ما بتوصل. بنبتدي بنختبر جزء جزء فيها، وبنبدا تطبيق الفكره العمليه للماكينه. الفكره بنقول عليها انها بتتحرك زي الدوله، بتنكمش في وقت وبتفرد في وقت. المسافه اللي هي بتفردها دي حوالي 2 متر، اللي احنا بنستبدلها بجسم بقطاع من النفق عرضه 2 متر. اللي هو البتاع الرنجات اللي انت شفتها اللي هي في الاخر بتبقى عمليه التبطيل. ايوه التبطيل. فكره أيوة. الماكينه ان هي ليها قرص دائري اللي هو الحد القاطع قدام، ده اللي بيقطع في التربه، بينزل لغرفه اسمها غرفه الحفر، موجود فيها مكنه بينزل تحت، بينزل في غرفه خاصه بنسميها غرفه الحفر. أيوة. غرفه الحفر دي بيبقى فيها مكنه عشان لو في اي اجزاء كبيره واقعه من التربه بيتم طحنها. بتدخل بعد كده على ترومبات، الترومبات دي في ترومبتين، في ترومبه للسحب وترومبه للضغط. عاده انا عشان اخد جزء من الارض اللي بتتحفر لازم اعوضه بسائل بديل. السائل ده انا بعمل البالانس ما بين الاثنين، بحيث ان كميه الحفر اللي داخل اللي خارج من ناتج الحفر بستعوضه بكميه من السائل ده عشان احافظ على نفس منسوب التربه. في الحاله دي انا بفضل اتقدم بالمكنه، بيبقى عندي جاكات مساعده. لا لا اللي هو بيروح الناتج الفصل بقى يعني اللي هو بيروح يتفصل ويرجع تاني الانابيب المهوله دي. بالظبط الانابيب. هو الترومبات دي بتطلع على الانابيب، بتمشي المسافه اللي تم تنفيذها من النفق، وبتطلع لمحطه فصل المكونات ويعاد تدويرها مره اخرى لحد ليميت معين. بعد كده بنقول ان هي ما ينفعش اعاده تدويرها، بنستبدلها بماده جديده بيتم خلطها ونكمل السايكل تاني. اثناء مده الحفر بيبقى عندي في كذا جزئيه بتتعمل، اهم جزئيه منها ان انا لازم بحقن ما بين جسم النفق اللي اوريدي اتبطن والجسم والفراغ اللي سابه بين الماكينه والتربه. اثناء الحفر ده طول ما انا شغال بحفر بعمل حقن للجزء اللي تركب للاربعه وخمسه متر اللي تركبه قبل كده. وكل ما بتقدم بعمل حقن للجزء ده. من الجزئيات المهمة تاني غير الحقن عندي بيبقى عندي مد المواسير عشان توصيل الخدمات للمكنة. أنا في أكتر حاجة لفتت نظري الماكينة المهولة اللي بتاخد القطع الأسمنتية دهيت وتركبها على بعضها وفي الآخر خالص بتعملها حلقة. حظك حلو إن أنت شفتها. هم 8 من الحلقات دي ومفتاح بقى اللي بيركب في الآخر. فدول بيركبوا بالارك اكشن دي كده وبيروح راكب المفتاح خلاص سبتت. هو ده الجسم بقى خلاص الجسم. فكل 2 متر بتحفرهم تحفرهم بقى في ساعه في ساعتين حسب التربه، بتروح مركب الرنج وتاخد الهيدروليكس زي ما انت شفت تبتدي تزق من الجسم اللي تركب. يعني انت بتبني وتحفر وتبني وتحفر. فاثناء يعني كانه اثناء ما احنا يعني او حضراتكم يعني بتحفروا بتوصل 2 متر، بعد ال 2 متر تقف تركب وتروح مركب بقى دول. تركب كام واحده من دول؟ دول 8 قطع ومعاهم قطعه بنسميه الكي او القفل، هو ده اللي بيقفل وبيحقق لي المفتاح. ده اللي بنسميه الارش اكشن اللي هو بيحقق لنا قطاع دائري للنفق. وتروح مثبتهم مع بعض بضغط الهواء الشديد ده. هو انا اقول لحضرتك هو مش ضغط، هو جهاز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده احنا بنسميه الاريكتور. الجهاز ده بيشتغل بضغط الهواء، بيسحب قطعه السيجمنت اللي وزنها في حدود 13 طن بضغط الهواء، بيلف بيها، عنده امكانيه انه يلف 360 درجه. بنبدا يعني بنعمل ريليس للجاكات اللي موجوده،
مجموعه مجموعه. كل اللي كانت اصلا ضغطه اللي كانت ضغطه مثبته بتفك الضغط وتركب بفك الضغط في مجموعه من الجاكات، بحط قطعه من قطعه التبطين وبرجع بربطها في اتجاهين، الاتجاه مع الرنج اللي قبلها ومع قطعه السيجمنت اللي يمينها او شمال، وبضغط عليها تاني بالجاكات عشان اثبت وش المكنه ويكون جاهز للحفره اللي بعدها. ببتدي اركب الثمان قطع بالتبادل، قطعه اساسيه وبعدين يمين شمال، بتفضل كده لغايه ما اوصل للجزء الاخير اللي هو شكله مسلوب نوعا ما. ده اللي هو لازم بيبقى معمول كده عشان ياكد لي ان هو لما بيركب في مكانه مظبوط ان هو ده اللي بيقفل القطاع الدائري تمام. يعني كلها حاجات بسيطه، وليه ما حسيتش بتعمل حاجات جامده يا هشام وحاجات مهمه وبتاع؟ يعني ده حاجات بسيطه خالص. حتى الرنجات دي حتى الرنجات دي يعني بص، هو الموضوع احنا قلنا لك ببساطه، حتى الرنجات دي في منه شمال ويمين. يعني لو انت عايز تحوي تحوت كده بالظبط الموضوع بتروح عامل ايه؟ لا عايز هو انا طبعا انا بهزر. لا الموضوع معقد جدا، الموضوع مركب جدا، انا بقول اي كلام يعني. لا دلوقتي انا لقيت شاب لطيف كده واقف وقدامه بتاع عمال يلعب بيها زي ما يكون بيلعب ايه بقى ده؟ ده زراعة التشغيل. زي ما قال الباشمهندس محمد، ده اللي هو بيسميه الإريكتور زراعة التشغيل. ده بياخد بالتفريغ، عنده القدرة يشيل لغاية 15 طن بالتفريغ، بحيث التفريغ ده ما يعملش أي تجريح للقطاع الخرساني أو تكسير أو أي حاجة، بيشيلها يعني بيحافظ عليها، وبيلف 360 درجة اللي هم زوايا التركيب أو الدوران بتاع تركيب القطع دي، فهو بياخدها يحطها في مكانها، وبعدين يخش البساتم تضغط عليها عشان تقفل على الجوانات تتربط ويرجع بعد كده. لا وبعدين شفتكم كمان بتربطوها بمسامير. اكيد بنربط، ما انا بقول لحضرتك القطاع ما دام لسه ما استكملش بيبقى في خطوره ان احنا نسيب القطع، فلازم بنربط كل رنج بالرنج اللي قبلها، وفي خلال الرنج نفسه ما بين كل قطعه والقطعه اللي جنبها. يعني كل حلقه من الثمان قطع دول تقريبا في 50 مسمار في كل رنج، دول بيتوزعوا على الاتجاهين يربطها مع اللي قبلها ويربطها مع اللي قبلها ويربطها ببعضها. طب وبعد ما بتخلص التركيب القطع الاسمنتيه دهيت اللي هي بتشكل حلقه يعني رنج، بتشكل حلقه 2 متر من طول النفق. 2 متر من طول النفق. طيب دلوقتي عمال انت ماشي عليهم يعني كانه كل دي 2 متر، يعني كل دي 2 متر. متر. كل واحده منهم 2 متر. تمام. وبعدين بص حتى المفتاح اللي انت شايفه مش كل مره في نفس المكان، لازم بيتغير مكانه، يعني ليها برضو منظومه كده. يعني طيب هنا مكتوب 510 505 كابلات عدد الرنجات يا فندم اللي احنا ده الترقيم بتاعنا. عشان احنا لما بنيجي يبقى عندنا اماكن معينه عاملين ترقيم بحيث ان احنا بنريفير لي، يعني انا عندي الكروس باساج ده مكان الممر العرضي ده هنا، فبنبقى عارفين ان هو مثلا عند رنج 500. فانا باجي بعد كده بالنسبه لي لو مش عامل الترقيم مش عارف احدد الاماكن اللي انا عايز. انا ببقى عندي المحابس مثلا بتاعه الخطوط اللي ماشيه على الخطوط، فالترقيم ده بيساعدني ان انا ابقى عندي منظومه بريفير لي. خلصنا احنا الرنج ركب اللي هو ال 2 متر، يروح انت مدي اوردر تاني بقى للحفار ده انه يحفر الحفر اللي بعده. وبعدين افكه من كده، حضرتك قلت لي ان انت ممكن الحفر ده يبوظ، باشمهندس واحد قال لي برضه يعني اجمالا يعني انا فاكر باشمهندس اشرف هو بيشرح المساله كان بيقول ان ممكن قطع الحفار نفسه يبوظ. يعني ممكن يبوظ. طب صلحوها ازاي؟ بنصلحها عن طريق غرفه الضغط اللي موجوده عندنا. احنا صورناها دي، احنا صورناها جوه غرفه الضغط دي، احنا بندخل فيها ناس متخصصين بيكونوا دايفرز وبيكونوا ميكانيكية يعني في نفس الوقت. احنا عندنا بقى مجموعة من اللوكال برضو بتشتغل في الغرفة دي، وبنستعين ببعض الخبرات من بره. الغرفة دي صعبة جدا، عايز اقول لك شغلانة الدايفرز اللي بيطلعوا قدام شغلانة معقدة جدا. يعني ضغط 6 جو ويقعدوا ينزلوا يلحموا ويغيروا قطع وصيانة، موضوع يعني يمكن ده اخطر حاجة. خطر جدا وصعب جدا، وانت ولازم يكون عندهم أمانة شغل. طبعا بنصور وفي كاميرات بتتابعهم، بس هو بيشتغل تحت ضغط وبيركب مسامير وبيلحم وبيغير تولز. موضوع معقد جدا ولازم يتعمل، ما ينفعش ما يتعملش. ما هو لو ما اتعملش يبقى معناه ان ممكن، يعني انا اللي فهمته، حضراتكم صححوني صح او غلط، هم بيركبوا في ماكينه، بيركبوا في غرفه، الغرفه دي بتتحرك بحيث انه يعني اولا بيفضلوا فيها لغايه ما الضغط يوصل لمستوى معين يماثل
مستوى الضغط اللي موجود في الـ في الـ تحت، وبعدين بيتحركوا الغرفه دهيت للحته اللي انتوا عارفين ان فيها العطل مثلا، مش كده؟ ولا هم بينزلوا يستكشفوا العطل؟ لا يا فندم، هم مش بيستكشفوا العطل، احنا بندخلهم زي ما بنقول كده على فترات محدوده. يعني احنا بنقول مثلا هم بيخشوا كل 50 رنج او كل 100 رنج. الناس دي احنا بندخل نعمل تشيك على التولز نفسها بتاعت الكتر هيد، فيها حاجه بايظه او لا. لو بايظه صلحوها، لو بايظه بنصلحها، لو مش بايظه خلاص بيرجع تاني. في فترات لازم نعمل كده، نبص على التولز وفي سنسورز وحاجه ممكن يعني تنور لك ان في مشكله بينزل يعملها. يعني عندنا حاجات للويرنج للتاكل مثلا، ديتكتورز ولا حاجه لو نورت لك، لازم نقف وينزل يشوف. هو حساس بيدي الارم كده لو حاجه اتاكلت، يعني بالاضافه ان احنا بنقف نعمل نبص على الحاجات ونعمل تفتيش عليها. هو الالارم ده لو حصل تاكل اكتر من المسموح او هيضر بجسم المكنه بيدي لك الارم كده، بحيث تقف انت وتقدر تصلح التول. لو لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله حصلت حاجه ممكن تاثر على حياه الناس اللي جوه، ايه يعني؟ ايه في استعداد للموضوع ده؟ ان احنا عاملين غرفه اللي هي دي بتكون مجهزه لحمايه الناس في حاله الطوارئ. الغرفه دي بتبقى مشحونه بكميه غاز، موجود فيها اجهزه زي الاجهزه اللي بتستعمل في الطيارات مثلا، اللي هي في حاله انخفاض الضغط بشكل مفاجئ او في حاله الفلادنج او الكلام ده. الغرفه مجهزه مشحونه، بتبقى موجوده جاهزه على المكنه، ما بتفتحش الا وقت الامرجنسي، وبيبقى دايما لازم عدد المقاعد اللي موجوده في الغرفه دي ما يزيدش عدد الناس اللي موجوده داخل المكنه عنده. وعشان كده احنا عاملين البوابات على مدخل النفق، عاملين جهاز البصمه، وده بيبقى معاه عداد بيقول لنا كم فرد موجود جوه المكنه. في حاله لما بيزيد العدد عن الطاقه بتاعه الغرفه دي، بنضطر ان احنا نطلب ناس انها تخرج وندخل مجموعه بدلها. لا يعني المهم انها تكون موجوده، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمركم ما تستعملوهاش يعني. عامله زي الدواء كده ان شاء الله. ايه زي الطياره، في صندوق اسود وفي كل حاجه، وكل حاجه متسجله احنا بنشوفها من على الكمبيوتر بتاعتنا من اي حته. يعني بتفتح الموبايل تعرف المكنه بيحصل فيها ايه، الضغوط قد ايه، المواتير كلها كل موتور عليها قد ايه، الروتيشن قد ايه، كل حاجه موجوده عندنا في حاجه اسمها ايرس، احنا بنشوفها من كل حته يعني. فما يا محمد ده ما يقدروش يفصلوا. محمد يحيى لو خد له تعسيله كده وكبر دماغه ولا حاجه هتبصدوه من كل الجوانب. ده كاميرا اطلع من عندك يا محمد. انا ساعات اكلمه الساعه 3 الصبح، انت واقف ليه يا عم؟ يعني انت محاصر في كل الاحوال. يعني على الاقل في 25 جهاز بيتابعوني طول اليوم. فالحمد لله يعني. في اجانب موجودين جوه معانا هنا؟ في نسبه قليله جدا من الاجانب، ولان احنا بنقول الاستعانة بالخبره الاجنبيه دي حاجه ما تسيئش لينا او ما تقللش منا. لان الكل نفق بصمه حضرتك. مهما شاركنا في انفاق، كل نفق ليه طبيعته، كل نفق ليه التربه اللي بيعدي فيها، ما بنقدرش نقول ان النفق ده مماثل للنفق التاني. فان احنا لما بنعمل ميكس ما بين بعض الجنسيات، فاحنا بنقول ان احنا بنزود عدد الخبرات لاشكال مختلفه من الانفاق، اللي بتسهل لو حصل اي مشكله اثناء تنفيذ النفق بتاعنا ان يبقى حلها موجود، ما يبقاش لسه محاولات او ترايل اند ايرور من بعض الاشخاص اللي موجودين. والامور هنا ما تتحملش. هو انا عايز اضيف برضه لكلام الباشمهندس محمد، ان مش بس طبيعه الارض، لا نوعيه المكن كمان. يعني انت المكن ده بيختلف من ارض لارض ومن تربه لتربه، يعني المكن اللي في الصخر غير المكن اللي في الطينه غير المكن اللي في الرمل، وبالتالي هتلاقي الراجل المشغل اللي هو شغال في الطينه حساسيته مش زي الراجل اللي شغال في الرمل، حساسيته مش زي الراجل اللي شغال في الصخر، وبالتالي انت يعني زي ما قال محمد كل لما بتتنوع في اعمال الحفر بتاعتك والنوعيات بتزداد الخبرات عندك. في فترات كنا بندور مثلا على مشاريع انفاق للتربه الصخريه، لان انا بقول انا افتقد الخبره دي مش موجوده، فانا كنت بقبل ان انا اروح بلد ثانيه في مكنه ثانيه مكان ثاني عشان اكتسب خبره زي دي في المجال اللي انا تخصصت فيه، وبالتالي انا بسمح لحد ثاني
ان هو ياخد نفس خبره الارض اللي احنا ماشيين بيها بالمكنه دي. طب دلوقتي احنا عندنا مكنه بهذا الحجم المهول بتناسب بهذا المشروع المهول، لو احنا عايزين نعمل انفاق اصغر من كده او اكبر من كده المكنه ثانيه بقى. ما في المكن ما بيصغرش وبيكبر بسهوله يعني. لا انا عايز اعرف انا فعلا. احنا دلوقتي عندنا المكن ده يتناسب مع مشروعات بالحجم ده. يتناسب مع مشروعات بالحجم ده، وممكن اختلاف الوظيفه دي. يعني ممكن مع نفس القطاع ده احنا يكون عندنا استخدام اخر، انما هي المكنه عاده ما بتصغرش او تكبر. يعني هي ممكن تكبر بس حاجه بسيطه قوي، التصغير صعب قوي. يعني بتعمل لها زي جاكيت كده بتكبر متر مثلا، بس التصغير بيبقى صعب، لازم تغير كاتر هيد وتغير حاجات كتير قوي. لا هو انا مش متخيل ان انا ابدا عمري هكون محتاج اكبر عن كده، بس انا متخيله يعني دي ما شاء الله. لك عموما اي مكنه انفاق، يعني احنا عندنا المكن الصغير مثلا 2.5 ممكن نعملها 3. يعني بنعمل لها تفاصيل هنا في مصر بنكبرها شويه. التصغير صعب جدا لان انت ما تقدرش تقطع الكاتر هيد يعني. بس من خبرات حضراتكم في المجال اصلا، احنا مصر عندها كل حاجه دلوقتي، عندها الكبير قوي، عندها ممكن الميديوم وعندها الصغير. يعني احنا حتى لو مش المكنه دي فممكن تصدم مكان تاني. انا بقول ان احنا في مرحله متوسطه، احنا عندنا المكن الصغير اللي بيشتغل بيه في استخدامات اخرى غير انفاق المرور، عندنا المكن اللي كان يستخدم في المترو ده المتوسط. ده الجيل اللي اكبر منه هو ده بقى، ده اللي احنا موجودين فيه. في لسه جيل بينتج حديثا، ده اللي وصل القطاع بتاعه ل 17 متر بدل 13 متر. بس ده لسه ما يعني لم يطبق، تم انتاجيته ولكن لم يستعمل بعد. لا هو غالبا احنا كده تمام زي الفل. انا مش عارف هنفتري المكن الحجم ده في امريكا وفي كذا بلد عملوه دورين. يعني احنا طبعا عاملينه دور واحد عشان ياخد التراكس العاليه قوي، العربيات النقل العاليه قوي ال 5 متر ونص، بس كان ممكن يتعمل في النص تعمل دورين بس لو عايز تعمل بس العربيات الصغيره. بس لا. طبعا هنا كان عشان خاطر تنميه سينا كان صح. لازم التراكات الكبيره عشان طبعا شرق بورسعيد والمواني والحاجات دي. انا مبسوط وحاسس ان انا في يعني ايه زي ما ابائنا عبروا 73 وبذلوا مجهود وابدعوا علشان هو فعلا ده يعتبر فعلا ده زي ما انت قلت ده يعتبر العبور التاني. لان انت النهارده بتفتح مجال في سينا لكل انواع الشغل، صناعه زراعه بتاع. انت كان بيقف هنا في المعديات الناس تقف باليومين ثلاثه، عربيات النقل بتقف فعلا يومين ثلاثه، بايت عايش دلوقتي دي مش هتاخد 10 دقايق. فلا يعني ده عبور فعلا يعني، ربنا يا رب يكملها على خير ان شاء الله يا رب. انا شاكر لحضراتكم شكرا جزيلا، وبلغكم تحيات الشعب المصري كله والله، لانه اللي حضراتكم بتعملوه اولا انا ما كنتش اعرف ان احنا ممكن نعملوه، فمبدئيا دي المفاجاه الاولى. المفاجاه الثانيه ان انتوا بتعملوه وانتوا حابين جدا ان انتوا بتعملوا حاجه. الحاجه الثالثه انه بسرعه يعني اكتر حتى من الرئيس كان متوقعه متهيألي، هو عمال يقول لك الوقت الوقت الوقت. وانا عايز اجاوب على سؤال معظم الناس بتساله، طب ليه بنعمل الانفاق دي في التوقيت ده واتنين هنا واتنين، ما كنا خدناها براحتنا حبه حبه. انا عايز اقول ان اللي بتعمله النهارده بقرش بكره او بعد بكره انت بتعمله بعشرة. يعني النظره اللي الدوله بتبص لها ان ده انسب وقت دلوقتي وابسط توقيت ان انا اعمل، بحيث بعد سنه اكيد النفق ده سعره مش هيبقى بنفس سعر اللي عمله. والاسناد للشركات المصريه وفر كتير جدا من الصرف وصل من عمره. فدي حاجه تحسب. اقل من السعر الاعلاني بكتير، احنا موفرين جامد جدا الحمد لله يا رب. والسرعه زي ما انت بتقول، هو طبعا سياده الرئيس عايز ينمي سينا بسرعه وعايز يخلص كل المشاريع بسرعه، فطبعا احنا وراه يعني احنا عايزين نخلص الحمد لله ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا. صحيح.